تحية إسلامية، تحية سياسية لكل ممثلات الأحزاب، لأن صباتكم كنجيبو نساء فاعلات وقياديات، ورغم هاد الشي راه واقع الحمد لله. المرة الأخيرة تاكل وتشرب عليها والو. وعندي جوج أسئلة، عندي السؤال الأول، إلا كان الدستور عطى المناصفة وقال أسئلة اللي المرأة خصها تكون، يعني مشكلة أخرى في الأحزاب السياسية، لأن هما المرأة الراجل كيشوف في الحزب أن المرأة غتكون خطر غادي تهاجم تقرا مع الحصيصه في البرلمان، ثاني غادي تبقى تشارك وغادي تبقى مقابلات، يعني راه غادي ديروا غادي تكل عليها، سواء ما غاديش غادي تكون معاها، هذا هو المشكل، يعني المشكل راه في الحزب ما كاينش حاجه اخرى. عندي سؤال اخر.